متفقين انه بالبدايه انه طفل الطيف التوحدي هو عنده مشكله اساسيه انه ما بيقدر يتواصل مع المجتمع، فبالتالي احنا بدنا نساعده. يعني هو بالضبط مثل الورقه البيضاء، بدك تعمل له ضبط مصنع عشان انك تساعده على تهيئته كيف يتعامل مع المجتمع. احنا كنا اول ناس بفضل الله من في علاج العلاج المائي لاطفال طفل التوحد في الشرق الاوسط من قبل 5 سنوات، وفيما بعد صارت تفوقت علينا يمكن الدول المجاوره في العلاج المائي. فيما بعد احنا كنا في المخيم احنا نستهدف 20 طفل توحدي، ما بنقدر نزيد العدد وفق للكلفه العاليه وفق لعدد المنشطين كمان، لانه حتى نقدم الخدمه والجوده العاليه للاطفال ونحقق اهدافنا المرجوه من المخيم. احنا كمان يعني ارتقينا لانه نكون مع اطفال التوحد لزياده نسبتهم في السنوات الماضيه، كل سنه عن سنه بتزيد اطفال التوحد. تقريبا كنا قبل 5 سنوات ل 3000 طفل، ما بنقدر نخدم اكثر من 20 طفل نتيجه التمويل الضئيل ونتيجه الكلفه العاليه اساسا لطفل التوحدي معنا، وبنقدم خدماتنا مجانيا للاطفال. وطبعا لانه اطفال التوحد بحاجه الى رعايه كثير كبيره ولازم نركز معهم حتى نقدم لهم بجوده عاليه جدا الخدمات اللي نقدمها لهم.